كثيرا ما تطل علينا ملكة الجمال العالم السابقة ممثلة بوليود إيشواريا راي في إطلالات عديدة، وهي بجانب ابنتها أراديا التي أنجبتها في سنة 2011 من زوجها النجم الهندي أبهيشيك باتشان، والتي ارتبطت به في سنة 2007. ولكن عندما ظهرت صورة قديمة للممثلة الهندية إيشواريا راي باتشان من التسعينات على الإنترنت، جعل الجمهور لا يسعهم إلا مقارنتها بابنتها أراديا. تبدو ابنة أبهيشيك باتشان وإيشواريا راي باتشان وكأنها نسخة كرتونية من أمها عندما كانت صغيرة. بالنظر إلى أن الفتاة البالغة من العمر 11 عاماً، إلا أنها صورة مطابقة الأصل لأمها إيشواريا راي. بالرغم من أن التشابه الخارجي مع والدتها لا يلاحظه المعجبون دائماً، في حين أن البعض أنكر هذا التشابه في الصور ويرجح بالتأكيد أن تصفيفة الشعر الهامشية هي المتشابهة فقط. هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها مقارنة مظهر أراديا بمظهر والديها، ففي الواقع ليس فقط أراديا ولكن إبراهيم وسارة وسيف علي خان وأمريتا وتيمور وجيه، كارينا كابور خان وآريان خان، شارو خان، كل هؤلاء أطفال نجوم وأولياء أمورهم يبدون متشابهين بشكل مذهل، وهو الأمر الذي أثار دهشة المعجبين حتى يومنا هذا بالذات. أخبروني في التعاليق، هل تجدون أن أراديا تأخذ ملامح أمها إيشواريا أم أنها تختلف عنها؟ وإن كنتم من عشاق دراما الهندية ومن متابعينها فلا تنسوا انضمام إلى عائلتنا دراما هندي تجمعنا بالاشتراك في القناة، حتى تكونوا دائما من السباقين في معرفة آخر أخبار عالم بوليود. وشاركونا برأيكم وأسئلتكم المتميزة على الانستغرام دراما هندي. وإلى التفاصيل.